يعد الجيش السلطاني العماني قوة حديثة متطورة ومتكاملة البناء والتسليح والتنظيم، ويضم في صفوفه أسلحة المشاة والمدرعات والمدفعية ومنظومة الدفاع الجوي والإشارة والأسلحة الإدارية الأخرى، متسلحا بالقدرة والكفاءة على خوض المعارك بفضل العناية المستمرة بالتدريب والتحديث وتطوير مستوى الأفراد والمعدات، حيث تأسس في عام 1907 ممثلا في قوة مشاة صغيرة يطلق عليها حامية مسقط آنذاك. لم يكن لها مهام أكثر من كونها حامية منطقة مسقط، ثم تطورت وتوسعت وسميت في عام 1921 بمشاة مسقط. ظلت القوى العسكرية الوحيدة في عمان إلى أن أدت التطورات التي حدثت في أوائل الخمسينات إلى تشكيل بعض الوحدات الأخرى، ثم استمر في التطور تدريجيا من حيث التنظيم والتسليح. وفي مطلع عام 1976 أعيد تنظيم القوات المسلحة بصفة عامة، فأصبح سلاحا مستقلا أطلق عليه قوات سلطان عمان البرية حتى عام 1990، عندما صدرت الأوامر السامية بتسميته الجيش السلطاني العماني. عمان لديها التاريخ العسكري الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع. في ذلك الوقت كانت قوات من قبيلة الأزد قوية، بما يكفي لمساعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحرب المرتدين. ويقال إنه حتى قبل ذلك وقبيلة الأزد بقيادة مالك بن فهم الأزدي كانوا قادرين على هزيمة القوة الفارسية التي كانت تسيطر على بعض أجزاء من الساحل العماني في ذلك الوقت. وفي بداية القرن السابع عشر تم رفع قوة من القوات العمانية المعروفة الثانية خلال عهد الأسرة آل يعرب، التي اضطرت إلى طرد البرتغاليين خارج البلاد في عام 1650 للميلاد. وخلال حكم سلالة أسرة آل يعرب غطت المباني المحصنة البلاد من شمال محافظة مسندم إلى الجنوب من محافظة ظفار، مما يجعل عمان قوة عظمى في الخليج العربي. خلال وقت لاحق من سلالة أسرة آل بوسعيد، وخصوصا في عهد السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد آل سعيد، كانت عمان إمبراطورية كبيرة مع قوة عسكرية قوية جدا، مما يجعل عمان واحدة من أعظم القوى في المحيط الهندي في المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة. مهمات القوات العمانية بعد عام 1970 أصبحت واحدة من القوات المقاتلة أكثر حداثة وأفضل تدريبا بين دول مجلس التعاون الخليجي، اعترافا بأهميتها الاستراتيجية بمراقبة مضيق هرمز وبحر عمان. وكافحت السلطنة للحفاظ على درجة عالية من الاستعداد العسكري. قامت عمان باختبار قدرات قواتها المسلحة بالمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الأجنبية، لا سيما في تدريبات منتظمة مع القوات المسلحة البريطانية. وقد اتخذت عمان زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الجماعي الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي في ختام حرب الخليج، واقترحت تطوير قوة أمنية إقليمية لمجلس التعاون الخليجي من 100,000 فرد. حظيت قوات السلطان المسلحة باهتمام خاص من قبل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراها. ومنذ انطلاقة مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادته رحمه الله، واكبت قوات السلطان المسلحة كافة مراحل التطور والتقدم لتقوم بواجباتها النبيلة في حمل أمانة الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه الطاهرة برا وجوا وبحرا، وحراسة لمكتسباته وحماية لمنجزات نهضته المباركة. وكان جلالته رحمة الله عليه يؤكد في كل المناسبات على اهتمامه الخاص والراسخ على أهمية تطوير قوات السلطان المسلحة وتحديثها لترقى إلى الجيوش الحديثة تدريبا وتسليحا. فكان بعد التزود بالإيمان القوي بالله العزيز القدير، فإن هذه القوات تزودت بالعلم والتدريب والتسليح لتصبح كما أراد لها جلالته طيب الله ثراها. ومن أقوال جلالته في هذا الشأن: إننا نولي دائما اهتماما خاصا لبناء قواتنا المسلحة على أسس حديثة
وقد بذلنا في ذلك جهدا كبيرا إلى أن وصلت والحمد لله إلى مستوى يعتز به كل عماني. وإنه ليهمنا اليوم أن نؤكد عزمنا على القيام بجهود أكبر للارتفاع بهذا المستوى إلى مكانة رفيعة ومقدرة لا يستهان بها، وذلك بإعدادها وتسليحها وتطويرها كما وكيفا بكل ما يمكنها من آداء واجبها الوطني المقدس بكفاءة أكثر. وإننا لنغتنم مناسبة احتفالنا بالعيد الوطني المجيد لنتوجه بالتحية والتهنئة إلى قواتنا المسلحة الباسلة بجميع قطاعاتها وتشكيلاتها، تعبيرا عن اعتزازنا وتقديرنا لاستعدادها المتميز ويقظتها الكاملة للذود عن تراب الوطن والسهر على أمنه بكل جدارة وإخلاص. كما نتوجه بالتحية والتهنئة إلى مختلف أجهزة الأمن لتفانيها في أداء واجبها الوطني النبيل بكل الحرص على خدمة المجتمع وتأمين راحته في كافة أرجاء البلاد. كما كان جلالته رحمه الله يبني قوات السلطان المسلحة لتعزيز السلام في الداخل والخارج. السلام هدف الدولة، ذلك مبدأ من المبادئ التي توجه سياستنا الداخلية والخارجية، وهو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه واستمراره ضمانا للأمن والاستقرار والنمو والازدهار. وكان جلالته يؤكد اعتزازه بقوات السلطان المسلحة، إن اعتزازنا بقواتنا المسلحة وكافة أجهزة الأمن نابع من تقديرنا لدورهم العظيم في حماية منجزات النهضة المباركة وصيانة مكتسبات الوطن، وإذ نؤكد دعمنا لها وسعينا لتطويرها، فإننا نوجه إليها من فوق هذا المنبر وفي هذا اليوم الميمون الأغر التحية والثناء العاطر لإخلاصها وتفانيها في آداء المهام المنوطة بها دائما. وتعد قوات السلطان المسلحة أحد الشواهد العظيمة لمنجزات النهضة الحديثة بفضل الرؤية الحكيمة والنهج السامي لجلالة القائد الراحل طيب الله ثراها، انطلاقا من دورها الجسيم التي تطلع به وستبقى دائما متمسكة بالعهد، تحمي تراب الوطن الغالي وتذود عن مقدساته الطاهرة، حيث تخطو بثبات وفق منظومة متكاملة الأركان تشمل جودة الآداء والتدريب العالي والتطوير الممنهج والاقتناء المخطط وفق الحاجة للأسلحة والمعدات وإنجاز المشاريع الوطنية الطموحة، إلى جانب تأهيل منتسبيها لتكون دائما وأبدا الداعم الرئيسي لجهود التنمية الشاملة في البلاد والحامي العتيد لمنجزات نهضتها الشامخة.